سلام صبايا، اليوم رح نكمل سلسلة تعليم الكروشيه خطوة بخطوة. اليوم رح نتعلم الزيادة بغرزة العمود بلفة، يعني بيكون عنا غرزة واحدة رح يصيروا غرزتين. فهي طريقتها انه نعمل غرزتين عمود بلفة بنفس الغرزة، منلف الخيط ونعمل غرزة عمود بلفة عادية. تمام، الغرزة العمود الثانية كمان بنعملها بس بنفس الفراغ أو بنفس الغرزة اللي دخلناها أول مرة. تمام، هذا الشكل بيطلع عنا، بتكون غرزة واحدة بتصير غرزتين. راح عيدها. بنفس المكان مرة تانية، واحد اثنين، هي التزايد بغرزة العمود بلفة. هي تزايد بغرزة العمود بلفة. سلام. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading.